السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم اس آیت کا ترجمہ ہے يقدم حضرته الترجمة باللغة الأردية للآيات التي قرأها على مسامع الحضور في المسجد. وبعد تقديم الترجمة يقول حضرته إن الشيطان عدو الإنسان منذ الأزل وسيظل دوما، ليس لأنه يملك قوة دائمة، بل لأن الله تعالى أعطاه خيارا وحرية لدى خلق الإنسان، وكان الله تعالى يعلم بأن عباده سيبقون محفوظين من هجمات الشيطان. لا يكون عداء الشيطان هذا علينا، إذ لا يهاجم وجها لوجه، بل يحرض أنانية الإنسان ويبعده من الحسنات ويقربه إلى السيئات بمختلف الحيل والمكائد والخديعات والإغراءات الدنيوية. قال الشيطان لله سبحانه وتعالى: إنك خلقت الإنسان بطبيعة بحيث يستطيع أن يميل إلى كلتا الجهتين، فسوف أجعله يتبعني لأنه يميل إلى السيئات أكثر.
فلو سمحت لي هاجمته من كل جهة وأغريته من كل طريق، ولن ينجو من هجومي إلا عبادك المخلصون الحقيقيون، ولن ينجح هجومي عليهم، ومعظم الناس دونهم سيقتفون أثري. وسمح الله سبحانه وتعالى له وقال أيضا: الذين يتبعونك سألقيهم في جهنم. ومع ذلك أقام الله تعالى نظام بعثة الأنبياء ليرشد البشر إلى سبل الحسنات، ويخبرهم بطرق الإصلاح، ويعلمهم وسائل إصلاح دنياهم وعقباهم، ثم بين لهم أن الشيطان عدو مبين لكم، وأنه يدعوكم في زي الناصح إلى السيئة والخسران وليس إلى الخير والنفع. وعندما يأتي يوم حساب الإنسان سيقول بكل بساطة ووقاحة: إنما دعوتك إلى السيئة والشجع والذنوب والعصيان ومخالفة أحكام الله تعالى، ولكنك كنت ذي عقل، فلماذا لم تستخدم عقلك؟ ولماذا قبلت دعوتي للسيئات على دعوة الله للحسنات؟ فلتتحمل الآن جزاء أعمالك، ولا علاقة لي بك الآن. كنت أهدف إلى معاداتك وقد قمت بذلك، والآن فلتبقى تحترق في النار. هكذا يعادي الشيطان الإنسان. وفي القرآن الكريم أيضا قد حذرنا الله تعالى هجمات الشيطان وحيله ومكائده، وفي هذه الآية التي قد تلوتها بين الله تعالى الموضوع نفسه أن الشيطان يتعقب الإنسان دوما. ولما قال الله تعالى إنه سيهاجم الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، فكان من شأنه أن يهاجمه باستمرار، وهو يهاجمه بالفعل. وقال الشيطان أيضا: لأقعدن لمهاجمة الإنسان صراطك المستقيم. والآن يظن المرء أنه ما دام يسلك الصراط المستقيم فسينجو من هجمات الشيطان، ولكن هذا الظن إنما ناتج عن فهمه الخاطئ. فالذين نزل عليهم غضب الله تعالى كانوا في أول الأمر يسلكون الصراط المستقيم، وكانوا يؤمنون بموسى عليه السلام، ثم آمنوا بعيسى عليه السلام، ولكنهم ظلوا ووقعوا في الشرك وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى بأن الإنسان لا ينجو من الشيطان ولو آمنه، فالشيطان يبقى يضله، ويقع كثير من الناس في شرك الشيطان وخديعته، فيضلون حتى المسلمون يرتدون ويفسقون. إذن فخطر الشيطان هذا عظيم جدا، ولا يمكن للإنسان أن ينجو من هذا الخطر العظيم إلا بفضل الله تعالى، وهو الذي ينجيه. إذن إن الله تعالى طمأن المؤمنين في نهاية الآية بقوله: إن الله سميع، فيجب أن تطرقوا بابه سبحانه وتعالى وتنادوه وتدعوه باستمرار، وتنيبوا إليه سبحانه
وتعالى عاكفين على الدعاء دوما. فالله تعالى الذي هو عليم ويعلم بظروف عباده أيضا، حين يرى أن عبده يناديه بإخلاص حقيقي فسوف يخلق في قلب ذلك العبد المؤمن قوة الإيمان التي تحميه من هجمات الشيطان، وسيوفق لرفع مستواه في الحسنات، وسيعطى قدرة على اجتناب السيئات. فلما كان قول الشيطان إنه سيتبعني الجميع إلا عبادك المخلصين، فهذا يدعو كل عاقل ومؤمن حقيقي إلى أن يفكر كيف يمكن له أن يصبح عبدا مخلصا أو مخلصا لله تعالى، إذ أنه عز وجل أخبر في هذه الآية بوصفة لهذا الشيء، وهي أن تجتنبوا الفحشاء والمنكر، أي اجتنبوا كل ما هو لغو وما لا يحبه الله تعالى. والذي يجتنب الفحشاء والمنكر سيزكيه الله تعالى برحمته، ومن يزكيه الله تعالى يتزكى، ولا يأتي الشيطان إلى مثل هؤلاء الأزكياء. ولا بد من التذكر بأن الشيطان لا يهاجم دفعة واحدة، بل يهاجم شيئا فشيئا، يلقي في قلب الإنسان سيئة صغيرة ويوهم له أنه لا بأس بهذه السيئة الصغيرة، إذ إنها ليست من كبائر الإثم، ثم تصبح هذه السيئة الصغيرة وسيلة لارتكاب الذنوب الكبيرة. وليس ضروريا أن تكون القرصنة والقتل هي الذنوب الكبيرة، فأي سيئة تصبح كبيرة عندما تتسبب في دمار أمن المجتمع وسلامه، ولا يشعر الإنسان بما يفعل. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا كنتم تريدون أن تتطهروا وتنالوا رضاه تعالى، فاسعوا لاجتناب السيئات باستمرار وثبات، وابتعدوا عن اتباع الشيطان. ومع ذلك من الضروري أن تلجأوا إلى الله تعالى وتسعوا لتزكية أنفسكم بثبات، ولا بد من الدعاء والاستعانة بالله تعالى باستمرار وثبات وكل حين، وإلا لا يمكن للإنسان أن ينجو من هجمات الشيطان بغير ذلك. والآن أقدم لكم مقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام. ينشأ في قلوب البعض سؤال: لماذا خلق الله الشيطان، ولماذا لم يقضي عليه في اليوم الأول عقابا على تجسره؟ فلو قضي على الشيطان في اليوم الأول لما حدث أي فساد في العالم. وأقدم لكم الآن مقتبسا من كلام المسيح الموعود عليه السلام، وهو يتناول الرد على السؤال: لماذا خلق الله الشيطان ولماذا لم يعاقبه؟ قال حضرته عليه السلام: فجوابه أن الجميع يضطرون للاعتراف بأن لكل إنسان جاذبين اثنين: جاذب الخير الذي يجذب إلى الحسنة، والثاني جاذب الشر الذي يجذب إلى السيئة. ومن المشهود والمحسوس أن كثيرا ما تتطرق إلى قلب الإنسان أفكار سيئة فيميل إليها، وكأن أحدا يجذبه إليها، وأحيانا تتطرق إلى قلبه أفكار حسنة فيميل إلى الحسنة وكأن أحدا يجذبه إليها.
وفي كثير من الأحيان يقترف الإنسان سيئة ثم يميل إلى الحسنة ويندم كثيرا على ما صدر منه من سيئة. وكذلك يحدث أحيانا أن يشتم أحدا ويضربه ثم يندم ويقول في قلبه بأن فعله ذلك كان في غير محله تماما، فيحسن إليه نوعا ما أو يعتذر منه، أي يشعر بأنه اقترف سيئة. فكلتا هاتين القوتين موجودة في الإنسان، أي لقد فطر الله تعالى الإنسان عليهما. وسمت الشريعة الإسلامية قوة الحسنة لمة الملك، وسمت قوة الشر لمة الشيطان. يقول حضرته: يعتقد الفلاسفة بأن هاتين القوتين موجودتان في كل إنسان حتما، أي قوة الخير والشر، ولكن سمت الشريعة الإسلامية قوة الحسنة لمة الملك وقوة الشر لمة الشيطان. يقول حضرته: يعتقد الفلاسفة بأن هاتين القوتين موجودتان في كل إنسان حتما، ولكن الله الذي يظهر الأسرار الخافية وينبئ بالأمور العميقة الكامنة قد عد كلتا القوتين مخلوقا، وسمى الذي يلقي الخير والحسن ملاكا وروح القدس، وسمى الذي يلقي الشر والسيئة الشيطان وإبليس. ولقد أقر العقلاء والقدامى والفلاسفة أن مسألة الإلقاء ليست واهية أو لاغية، أي أنهم لا يعتبرونها مسألة لاغية، بل يسلمون بصحة هذا الأمر أن هناك قوة الشر في قلب الإنسان، أو أن هناك إلقاء للشر وهناك إلقاء للخير. ثم وضح حضرته هذا الأمر أكثر وقال: لا تستطيعون أن تنكروا وجود هاتين القوتين في الإنسان، سواء سميتموهما قوتين أو روح القدس والشيطان، والغرض من خلقهما هو لكي يستحق الإنسان أجرا على أعماله الحسنة، لأنه لو كان الإنسان مفطورا على الخير لكان مضطرا على القيام بالأعمال الحسنة فقط، ونافرا من ارتكاب السيئة طبعا أو من طبعه، وفي هذه الحالة لن ينال ذرة من الجزاء على صالح الأعمال، لأن ذلك في هذه الحالة كان نابعا عن طبعه، ولكنه ينال ثوابا على عمله الآن لطاعته لجذب الحسن أو القوة الحسنة لكون فطرته بين نوعين من الجذب. قال حضرته: لا شك أن الإلقاء في قلب الإنسان نوعان، إلقاء السيئة وإلقاء الحسنة، والمعلوم أنه لا يمكن أن يكون كلا الإلقاءين جزءا من خلق الإنسان، أي لا يمكن أن يكون جزءا من الإنسان عند ميلاده، لأنهما متعارضان، أي يتنافران، أي أن هناك تنافرا بين الحسنة والسيئة، ولا يمكن أن يكون الولد منذ ولادته مفطورا على الحسنة والسيئة. قال حضرته: لأنهما متعارضان ولا خيار للإنسان فيهما، فثبت أن كلا هذين الإلقاءين يأتي من الخارج، إنما يتأثر الإنسان بالخير وبالشر من محيطه، وإن الطفل الذي يزداد خيرا وحسنة أو شرا وسيئة فإنه يتأثر بمحيطه. قال حضرته: وعليهما يتوقف تكميل الإنسان. والغريب في الأمر أن كتب الهندوس أيضا تعترف بكلا الوجودين، أي الملاك والشيطان، فتعترف بها كتب الهندوس كما تعترف بهما
كتب الزرادشتية أيضا أي عباد النار، بل كل الكتب التي جاءت في الدنيا من الله تعالى تقر بكلا هذين الوجودين، والاعتراض عليهما في هذه الحالة ليس إلا جهلا وعنادا محضا. ويكفي القول في الجواب بأن الذي لا يتورع عن الخبث والوقاحة يصبح شيطانا بنفسه، كما قال الله تعالى في أحد المواضع أن الناس أيضا يتحولون إلى الشياطين. أما السؤال لماذا لا يعاقب الله الشيطان، يطرح هذا السؤال أو يطرح بالأحرى هذا السؤال نفسه أنه لماذا لا يعاقبه الله إذا تحول الناس شياطين؟ فجوابه أن هناك يوما موعودا لمعاقبة الشياطين بحسب القرآن، ويجب انتظار هذا الموعد. قال الله تعالى بأنني سأعاقبه، بل سأعاقبنه حتما، ولكن متى؟ في هذه الدنيا أم في الآخرة؟ على أي حال سينال عقابه في موعده المقرر له. ولقد سبق أن عاقب الله تعالى كثيرا من الشياطين، وسيعاقب كثيرين آخرين. ثم يتناول المسيح الموعود عليه السلام ذكر الأمور التي يدعو إليها الشيطان، ومن هم الذين يتبعون خطى الشيطان، وما هي الأمور التي يمكن للإنسان تجنب اتباع الشيطان من خلال العمل بها. فيقول: يقوم الشيطان بالدعوة إلى الكذب والظلم والدوائر النفسية والقتل وطول الأمل والرياء والتكبر. يقوم بدعوة أن يدعوكم بكل محبة واهتمام قائلا: تعالوا إلى هذه السيئات. ومقابل ذلك هناك أخلاق فاضلة كالصبر ونفي الذات والتفاني في الله والإخلاص والإيمان والفلاح، فإنها تمثل الدعوة من الله تعالى. فمن ناحية يدعوكم الشيطان، ومن ناحية أخرى يدعوكم الله تعالى إلى هذه الحسنات، والإنسان بين هذين الجذبين، أي أن هناك جذبا في كل نوع من الدعوة، وهي تجذب الإنسان نحوه، والإنسان بين هذه وتلك. ولكن الذي فطرته نقية وصالحة وأودعت مادة السعادة فيه، فإنه رغم ألوف دعوات الشيطان ورغم ثوائر نفسية يسعى إلى الله تعالى ببركة الفطرة الرشيدة والسعادة والسلوك القويم، أي يوفق الله تعالى من أودع فيه مادة السعادة فيجري نحوه ببركة فطرته السعيدة وبخضوعه إلى الله تعالى. ومن أعطي مثل هذه الفطرة فإن الله يوفقه ليجري نحوه بدلا من جريه إلى الشيطان، ويجد فيه عز وجل راحته وسلوانه وطمأنينته. ثم قال حضرته: لكل شيء خواص وصفات، فلا يعد له وجود إلا إذا وجدت فيه تلك الخواص والصفات. انظروا كيف أن الطبيب يتعرف على الأدوية من خلال خواصها، فإن لم توجد في زهر البنفسجي وخيار شنبر والتربد خواصها التي ثبت تحققها فيها بعد تجارب طويلة، هذه فواكه أو أعشاب تصنع منها الأدوية، والخواص الموجودة فيها هي أنها تفيد في الشفاء من بعض الأمراض. وإن علم الطبيب بعدم وجود هذه الخواص فيها فسيرميها في سلة المهملات. كذلك هناك علامات وخصوصيات للإيمان، ولقد ذكرها الله تعالى مرارا وتكرارا في كتاب الحكيم، والحق أنه عندما يدخل الإيمان في قلب الإنسان تدخل معه عظمة الله تعالى، أي جلاله وقدسيته وكبرياءه وقدرته، وأكثر من كل ذلك يدخل معه المفهوم الحقيقي لا إله إلا الله، بل
إن الله تعالى يسكن في داخله ويطرأ موت على الحياة الشيطانية وتموت فيه الطبيعة الآثمة. هذه هي سعادة الفطرة التي إذا اقترنت بالإيمان الصحيح فإنها ستؤدي إلى القضاء على طبع الإثم. وحين ذاك تبدأ له حياة جديدة تكون حياة روحانية أو بالأحرى يمكن القول بأن اليوم الأول للولادة السماوية هو ذلك اليوم الذي يرد فيه الموت على الحياة الشيطانية وتتولد الحياة الروحانية على شاكلة ولادة الطفل. وهذا هو الوقت الذي يسير فيه الإنسان لله مرة أخرى. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا العلاقة بين الكبر والشيطان أن آدم هو أول من ارتكب الإثم. لقد ورد ذكر ارتكاب آدم الإثم وارتكبه الشيطان أيضا، فكان هناك إثمان ارتكب آدم أحدهما والآخر ارتكبه الشيطان، ولكن آدم لم يكن متكبرا فأقر بذنبه أمام الله تعالى فغفر له. ومن هذا المنطلق تتوقع مغفرة الذنوب نتيجة التوبة. فإن لم يكن المرء متكبرا ويعترف بذنوبه ويتوب إلى الله ويستغفر فسينال غفران من الله، أو يتولد لديه أمل أن الله تعالى سيغفر له، ولكن الشيطان استكبر فصار ملعونا. فإن الإنسان المتكبر يدعي ما ليس فيه ولا يقدر عليه. يقول حضرته: يقبل الشخص المتكبر دون مبرر على الادعاء، أو يقبل بالأحرى بما ليس فيه. يقبل الشخص المتكبر دون مبرر على الادعاء بما ليس فيه، فلستم تتحلون بقوة تؤهلكم إلى التكبر، فإلى أي مدى يمكنكم التقدم وإلى أي علو تقدرون الوصول. فما لم تكن فيكم قوة لتحقيق كل ما تريدون فأي تكبر يصيبكم؟ قال عليه السلام: إن المتكبر يدعي عبثا ما ليس فيه. يتمتع الأنبياء بكفاءات ومواهب كثيرة، ومنها سلب الأنانية، أي هم يقضون على أنانيتهم فلا تبقى فيهم أي نوع من الأنانية، إذ يريدون على أنفسهم موتا. الكبرياء تخص الله سبحانه وتعالى، فالذين لا يستكبرون ويتواضعون لا يضيعون. إذن فاجتنبوا التكبر. هذه هي الميزة التي يجب أن يتميز بها المؤمن، وإلا فهو يتبع خطوات الشيطان. أحيانا لا يشعر الإنسان بأنه يتكبر، لذا علينا أن نفحص أنفسنا بدقة متناهية. فكم من الحيل يستخدمها الشيطان للقبض علينا. يقول المسيح الموعود عليه السلام في خصوص ذلك: ينبغي أن لا يرتكب الإنسان ذنبا. قال: إذا انفصل الذنب عن أعمال الإنسان، أي لم يقم بعمل يمكن أن يعد ذنبا ولا يصدر منه أي تصرف يمكن أن يسمى ذنبا، فالشيطان يتمنى أن يبقى عند العين والأذن والأنف. أي حتى لو لم يقترف الإنسان في الظاهر أي ذنب، لتمنى الشيطان أن يقعد في عين الإنسان وأذنه وأنفه، وإن لم ينجح في الهجوم من هناك يسعى أن يتبوأ في قلب الإنسان. بعض الناس لا يرتكبون الذنوب الظاهرة، أي لا يرتكبون الكبائر، بل لا يرتكبون الصغائر أيضا، حيث لا يتسنى للبعض أن يظهر ما يدفعه للذنوب، أو لا يرتكبون خوفا، فهم في الظاهر لا يقترفون أي ذنب، لكن الشيطان مع ذلك يسعى جاهدا
أن يبذر في الإنسان بذرة الذنب بأي طريقة ممكنة ويسكن في قلبه إن لم تكن له علاقة بالله، أي يريد الشيطان أن يوصل معركته إلى النهاية، لكن الذي في قلبه خشية الله فيستحيل أن يتمكن الشيطان من فرض سيطرته عليه. إذا كانت في قلب الإنسان خشية الله فيستحيل أن يبذر فيه الشيطان بذرة الذنب. فقال: وأخيرا ييأس منه الشيطان وينفصل عنه. فقال وأخيرا ييأس منه الشيطان وينفصل عنه ويضطر لشد الرحال من عنده خائبا، ثم ينصرف من هناك ذلك المسكين. فالأصل أن تكون في قلب الإنسان خشية الله تعالى. إذا كان الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى فيتجنب السيئات الكثيرة. فالسارق أيضا إذا علم أن طفلا ما يراه عند السرقة يخافه ويحذر منه. فما دمنا لا نضع في الحسبان عند القيام بأي عمل بل في كل حين وآن أن الله يرى كل عمل لنا، فلا يسعنا اجتناب الذنوب. أحيانا يلقي الشيطان في قلب الإنسان أفكار الحسنات وبذلك يجعله من أتباعه. ذات مرة ذكر في مجلس المسيح الموعود عليه السلام ما يميز الإلهام عن حديث النفس، وأن الملهم يواجه صعوبات. فقال حضرته عليه السلام: بعض الناس لا يقدرون على تمييز حديث النفس وإلقاء الشيطان من الإلهام الإلهي، فهم يحسبون حديث النفس وإلقاء الشيطان إلهاما من الله ومن ثم ينخدعون. فالأمر الذي ينزل من الله يكون ذا شوكة ولذة، وهو يهز القلب ويكون صادرا من أصابع الله ولا يكون له مثيل، ويسقط كالفولاذ، كما تفيد كلمة ثقيلا في القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن إلقاء الشيطان والنفس لا يكون مثله. فحديث النفس وإلقاء الشيطان سيان، تلازم الإنسان قوتان دوما، إحداهما الملائكة والأخرى الشيطان. وبتعبير آخر، قد شدت رجل الإنسان بحبلين، بحيث يرغبه الملك في الحسنة ويعينه على ذلك كما ورد في القرآن الكريم: وأيده بروح منه، أي أعانهم بإنزال كلامه. والشيطان يرغبه في السيئة كما ورد في القرآن الكريم: يوسوسه، ولا يمكن إنكارهما. فالظلام والنور يلازمان الإنسان. بعدم العلم بأمر ما لا يثبت عدمه، أي إذا كان الإنسان لا يعلم بشيء فلا يصح القول إنه غير موجود. فقال بالإضافة إلى هذا العالم: هناك آلاف العجائب، أي بالإضافة إلى هذا العالم الذي هو أعجوبة، ثمة آلاف الأعاجيب لله سبحانه وتعالى. فقال في قل أعوذ برب الناس: ذكرت الوساوس التي يلقيها الشيطان في الناس في العصر الراهن. خاصة في هذا العصر الذي يسمى العصر الحديث، حيث نسي الإنسان الله فالشيطان يوسوس في القلوب. فقال إن أكبر وسوسة أن تولد الشبهات عن الربوبية، بحيث حين يرى الإنسان المال الكثير عند الأغنياء والأثرياء فيظن أنهم هم الذين يربون وأن كل شيء له. ثم قال حضرته موضحا كيف يوسوس الشيطان وكيف يمكن اجتناب هذه الوسوسة، فقال:
فقدم أحد الأمثلة فيما سبق أن الناس يظنون أن الأغنياء هم الذين يسدون حاجاتنا، أو ثمة ذات دون الله سبحانه وتعالى يمكن أن تسد حاجاتنا. فقال حضرته: لذا أمرنا بالاستعاذة بالرب الحقيقي. فقال: ادعوا الله أن تبقوا في ملاذ الرب الحقيقي، ثم إن الإنسان يعد الملوك والحكام الماديين مقتدرين. فقال: ملك الناس، أي أن الله هو وحده ملك الناس، ثم تؤدي وساوس الناس إلى أنهم يعدون المخلوق مساويا لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يخافونه ويعقدون عليه آمالا. لذا قال: إله الناس، أي إن إلهكم هو الله وحده. فهذه هي التعويضات الثلاثة قد ذكرت في سورة الناس لإزالة هذه الوساوس الثلاثة. فالذي يلقي هذه الوساوس هو الخناس، أي الشيطان، الذي ورد اسمه بالعبرية في التوراة النحاش، الذي كان قد أتى حواء وهاجم سرا، وقد ذكر في هذه السورة. ومن هنا تبين أن الدجال أيضا لن يمارس الإكراه، بل سوف يشن الهجوم خفية. فالبريق المادي في العصر الراهن والابتكارات الحديثة أو الثقافة الحديثة في العصر الحاضر تبذل الجهود بها لإبعاد المرء عن الله والدين، وفي هذا العمل تتورط الحكومات والتنظيمات الكبيرة أيضا، حيث يتكلمون باسم حقوق الإنسان فيقولون: انظروا كيف يقيدكم دينكم، مع أن حقوق الإنسان تقتضي الحرية التامة. فهذه الوساوس تلقى في القلوب تدريجيا، والشيطان يقوم بهذه الأعمال في هذا الزمن، ويشاركه الحكومات الكبيرة والمنظمات الكبيرة باسم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة، وكلها تتورط في هذا. وحيثما تحاول هذه التنظيمات الإبعاد عن الدين، يجب أن يدرك كل أحمدي وكل مؤمن أن الشيطان يريد الهجوم علينا، وأن هذه القوات الدجالية تهاجمنا. ثم قال عليه السلام: من الخطأ أن الشيطان كان قد جاء إلى حواء شخصيا، كلا، بل كما يأتي الآن سرا كان قد وصل إليها سرا، فلم يكن هناك أي كيان أو شخص قد جاء إلى حواء، بل كان قد ألقى في قلبها الوساوس، علما أن الجنة التي كان يسكنها آدم عليه السلام كانت على الأرض ولم تكن في السماء. يقول عليه السلام بأن الشيطان ينفث في أحد فكرته فيقوم ذلك الشخص مقامه. وفي قضية آدم أيضا ألقى الشيطان في قلب أحد من معارضي الدين، أي وسوس شرير في قلبه. لقد نصح الله تعالى في السورة الأولى من القرآن الكريم أن لا تكونوا من المغضوب عليهم والضالين، أي يا أيها المسلمون لا تحذو حذو اليهود والنصارى. من هنا تترشح نبوءة أيضا أن المسلمين سيفعلون ذلك، أي سيأتي زمان حين يحذو بعضهم حذو اليهود والنصارى، لأن الأمر يصدر دائما عن أمر يكون من المقدر أن ينقضه بعض الناس. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام عن وجوب تقديم الدين على الدنيا في كل الأحوال: اعلموا أن الناس نوعان، منهم من ينهمكون في تجارب دنيوية بعد قبولهم الإسلام فيستولي عليهم الشيطان. لا أقول بأن التجارة ممنوعة، كلا، بل الصحابة أيضا كانوا يشتغلون في التجارة، ولكنهم كانوا يؤثرون الدين على الدنيا. لقد آمنوا بالإسلام ثم نالوا منه علما صادقا ملأ قلوبهم باليقين،
لذلك لم يتزعزعوا عند هجمات الشيطان في أي موطن، ولم يمنعهم شيء عن إظهار الحق. ما أقصده هو أن الذين يصبحون عبيدا لهذه الدنيا فقط وكأنهم يعبدونها يغلبهم الشيطان ويستولي عليهم. والنوع الآخر من الناس هم الذين يفكرون في تقدم الدين، وهذه الفئة تسمى حزب الله وتنتصر على الشيطان وجيوشه ما دام المال يزداد بالتجارة. لذلك سمى الله تعالى طلب الدين وأمنية تقدم الدين تجارة، أي أن طلب الدين والتقدم في ذلك أيضا تجارة. من المعلوم أن المال الدنيوي يبقى في الدنيا، ولكن هذه التجارة تنفع في الحياة الأخروية. فقال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فالتجارة المثلى هي التجارة الدينية التي تنجي من عذاب أليم. فأقول لكم أنا أيضا بكلمات الله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إذن علينا أن نقوم بهذه التجارة وأن نسلك طرق يدعون إليها إمام الزمان المسيح والمهدي الموعود عليه السلام، لنجتنب اتباع خطوات الشيطان وننال رضا الله تعالى ونجتنب عذابا أليما. ثم يقول عليه السلام ناصحا إيانا لاجتناب الذنوب الخفية: عندما يواجه أحد المصائب يحدث ذلك بسبب خطأه هو ولا خطأ الله فيها، أي لا يجوز القول عند مواجهة المصائب أنها من الله، بل يكون العبد هو المخطئ ولا خطأ لله في ذلك. يبدو بعض الناس أبرياء جدا في الظاهر، ويستغرب المرء لماذا حلت بهم المصيبة أو لماذا حرموا من حسنة، ولكن الحق أن تكون له ذنوب خفية أبلغته هذا المبلغ، ولكن الله تعالى يغفر ويعفو كثيرا، فلا يعلم أحد عن أخطاء الناس الخفية، ولكن الحق أن الذنوب الخفية تكون أسوأ من الذنوب الظاهرة. إن مثل الذنوب كمثل الأمراض، فهناك بعض الأمراض العادية، فيعلم كل إنسان فلانا مصابا بها، وهناك بعض الأمراض الخفية التي لا يعلم حتى المريض أن هناك خطرا يحيط به. ومثالك هو مرض السل، ففي بعض الأحيان لا يعلمه حتى الطبيب الحاذق في البداية إلا بعد أن يتخذ المرض صورة خطيرة. يحدث أحيانا أن المرض يكون قد وصل إلى المرحلة الأخيرة، ومثال ذلك بعض الحالات من المصابين بالسرطان، إذ يبدو المصاب صحيحا سليما في بادئ الرأي، ثم يعلم صدفة أنه مصاب في السرطان وقد بلغ به المرض مبلغا لا علاج نازعا له، لأن المرض يكون قد انتشر إلى حد كبير فيموت المصاب به في غضون شهر. يتابع المسيح الموعود عليه السلام ويقول: كذلك الحال بالنسبة إلى ذنوب الإنسان الداخلية التي تهلكه رويدا رويدا. ندعو الله تعالى أن يرحم الجميع فضلا منه. لقد جاء في القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها. ولكن
تزكية النفس أيضا تقتضي موتا. لا تتسنى تزكية النفس ما لم يتخلى المرء عن الأخلاق الرذيلة كلها. أي لا يمكن أن تنالوا التزكية ما لم تترك الأخلاق السيئة والرذيلة كلها التي يريد الشيطان أن تعملوا بها، فهو يريد أن ترتكبوا الفحشاء والمنكر، علما أن كل ما يكرهه الله هو منكر. في كل إنسان تكون مادة شر ما، وهي بمنزلة الشيطان له، فما لم يقتله لا تستقيم أموره. فكما قلت من قبل، نحن بحاجة إلى اللجوء إلى ملاذ الله تعالى دائما، وإلى أن نفحص أنفسنا باستمرار. ما هي الخطوات لقتل الشيطان وكيف يجب أن نتخذها؟ يقول المسيح الموعود عليه السلام عن ذلك: الأنبياء يكونون مظاهر الله والهداة إلى طريق الوصول إليه. المؤمن الحقيقي والمعتقد الصادق هو الذي يصبح مظهر الأنبياء. لقد أدرك الصحابة هذا السر جيدا، وفنوا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لدرجة لم يبقى من وجودهم شيء. كل من رآهم كان يجدهم في عالم الفناء، أي كانوا فانين دائما في فكرة الحصول على قرب الله والتأسي بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أنه ما لم ينشأ في هذا الزمن أيضا ذلك النوع من الفناء والاستغراق والطاعة التي نشأت في الصحابة رضي الله عنهم، لن يكون ادعاء الانضمام إلى صف المريدين صادقا وفي محله. رسخوا في أذهانكم جيدا أنه ما لم تطرأ حالة كأن الله يسكن فيكم، وما لم تظهر علامات الله فيكم، يكون دخل الحكم الشيطاني موجودا وقائم، أي يكون الحكم الشيطاني قد تمركز فيكم وقائما. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لنكون عباد الله المخلصين، ونتجنب جميع أنواع الفحشاء والمنكر والاستكبار، ونسعى دائما لتزكية نفوسنا لنحظى بأفضل الله تعالى، وأن يكون نظرنا مركزا إلى الله تعالى دائما، ويكون هو ربنا، وأن تسيطر مالكيته على قلوبنا دائما، ويكون هو معبودنا إلى الأبد. وندعوه دائما، ونتجنب اتباع خطوات الشيطان. هو ربنا، وأن تسيطر ملكيته في قلوبنا دائما، ويكون هو معبودنا إلى الأبد. وندعوه دائما، ونتجنب اتباع خطوات الشيطان. وفقنا الله تعالى
لذلك. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.